مثل هذه الفاجعة التي أصابت جميع السكان مدينة مشرع المقصري، فأنا باسمي الشخصي ونيابة عن المستشارات والمستشاري المجلس البلدي ونيابة عن جميع السكان مدينة مشرع المقصري نتقدم لأولياء الضحايا بتعازينا الحارة، ومن هذا المنبر كنبغي نقدم الشكر الجزيل لصاحب جلالة الملك محمد السادس على الالتفاتة المولوية لهذه الفئة، لأنه تكفل بمصاريف جنائز وتكفل كذلك بمصاريف علاج الجرحى. فمن هذا المنبر أنا كنبغي نشكر صاحب جلالة على الالتفاتة المولوية السامية. شكرا. من بعد التعليمات ديال صاحب الجلاله بالتكفل بالعلاج وبالمصابين وبالعائلات ديالهم، كسلطات منتخبه شنو هي الاجراءات والدعم اللي قدمتم؟ بالنسبه لنا كانت واحد التعبئه شامله على رئاسه المجلس واعضاء كذلك، بحيث انتقل الجميع الى المستشفى الاقليمي في سيدي قاسم، لانه قمنا بتسهيل جميع الاجراءات الاداريه لمراسم الدفن وكذلك عمليه نقل الجثامين ديال المتوفون لدفنهم في مدينه مشرع بن القصيري. من هذا المنبر تنبغي نحيي ونشكر السلطه المحليه الاقليميه وعلى راسها السيد عامل الاقليم سيدي قاسم، وتنبغي نحيي السلطه المحليه وعلى مدينه مشرع بن القصيري وعلى راسها السيد باشا المدينه على المجهودات التي قاموا بها لتسهيل ماموريه المجلس في التخفيف من معاناه هذه معاناه السكان من هذه الفاجعه. كما اود ان اشكر السيد المندوب الاقليمي لوزاره الصحه والاطر الطبيه بالمستشفى الاقليمي بسيدي قاسم على العنايه التي بذلوها لصالح ضحايا هذه الفاجعه. وبالما هذه الفاجعه خلفت جرحى وضحايا، لا زالوا البعض منهم يرقد في المستشفى والبعض الاخر التحق بمنازله. بطبيعه الحال هذه الحادثه كانت واحد الصدمه قويه بالنسبه لهم هما، تنظن انهم في حاجه الى مواكبه نفسيه وتتبع نفسي لحالتهم. حنا كمجلس فكرنا اننا نقوم بزيارات للجرحى الذين لا زالوا يرقدون بالمستشفى، وكذلك عياده من التحقوا بمنازلهم. فهاد الاشخاص حنا سنعتبرهم انهم في حاجه لدعم نفسي، وهذا ما سنحاول ان نقوم به في الايام القليله المقبله ان شاء الله.